وجه الرئيس السيسي بضرورة التنسيق بشأن الأراضي المستردة للدولة التي كانت مشغولة بالتعديات. وخلال افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، وجه الرئيس السيسي بالعمل على إعادة تخصيص هذه الأراضي للمستثمرين الراغبين. وأنا هفكر نفسي وفكر الدولة إن في أراضي اسمها الأراضي المستردة اللي كان عليها تعدي خلال السنين اللي فاتت، ودي موجودة في كل المحافظات وفي أماكن قد تكون داخل كتل سكانية يمكن، أو يعني عايز أقول حجم لا بأس به. أنا بتكلم على ملايين الأمتار. أنا بقول كده لينا كلنا كحكومة وكوزارات معنية بالموضوع، إن إحنا ننسق فيما بيننا عشان نبقى شايفين الأراضي ديت ونقول طب دي أراضي متاحة نعيد تخصيصها طبقا للقواعد والشروط يا دكتور مصطفى للمستثمرين الراغبين إن هم يعملوا المصانع بتاعتهم الصغيرة والمتوسطة في الموضوع.